ونحن الله يبارك برك هاكاك انا نحكو فيه نوريلكم برك بلي اللحم طايب ما شاء الله. فوالا فوالا هذاك اللحم طايب بسم الله. نسيت هاد الجوج باش نسجل. المهم بعد ما يطيب لنا اللحم قلنا 100 قطعة هنايا كما راكم تشوفوا 100 قطعة الوزن تاع كل قطعة 200 غرام. نحوها بلا لوش هادي ليكيموار ليكيموار هادي داخل كاين اللحم كيما قلت لكم بليزيغ فوا لازم يتعس لازم تعسو عاد يطيح لكم. سيمبل يعني نصور بيد ون حنان وشنو؟ اه كيفاش فاق؟ حط لي فوق هذاك لي باكي تاع الطعام باش نوري لهم دركا باسكو دوك سجل فيديو اون لايف. هذيك كملنا هنايا 100 قطعة دوك نغطوه ونوري لكم ملكة رواحي تعيشي. درت هاد فور باش كيما قلت لكم ما نكوبيش لا كويسون ما نحبش الطبخ تاع المرقة. ديري لي لفت ملكة فوالا الطعام هاذي كان لي دهنتو اللفت هاي دارتها سمحي لي. فوالا هاذيك اللفت ملكة شوفي الحميصة شوفي الحميصة مزالت فوالا ديري قرعة دوكا. بون اللفت هاذي راهي طيب هنا في المرقة دوك نديرو قرعة. بون هاذيك الطعام حنفوروه التفويرة الأولى نصور بيد. صبري دقيقة ملكة ما تهزيش باش ما يطيحليش. هذا ما شافه باسكو درت فيديو ديجا من قبل اسكو خرج لي ولا ما خرج ليش الله اعلم. هاني عاودت هذا اون سي جامي الفيديو كنتي تصوري لي فيه ملكة. فوالا هاديك الطعم فورو فيها فور على المرقة هنايا حبيب لا بروميير فوا. هاو الطعام هنايا اللي خلاص كملناه سي بون خلاص. هذا راهو مدهون الله يبارك. هاو الطعام بعد ما طاب الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله. الطعام تعرفوه باللي راهو مخدوم مليح. شدوه هكذا ما يتعجن ما والو على حبه. هنا راهم هنا ما الاخر القرعه راهي تسخن كما قلت لكم باش ما تخبطيش الاب. هنا راهم يديروا فيه لحم في الالومنيوم ها الالومنيوم صغير هذاك صغير عجبت ليه يكون صغير ما تشفقش حتى كاين الالومنيوم تجي يجي اللحم باين من بعد يبرد من الشكل تاعو يجي الشباب عليك. هنا كما قلنا 100 شخص هاني فهمتكم في الفيديوهات السابقه الا كان عندنا 100 شخص طعام ومرقه برك ديروا له 12 كيلو كسكس مفتول يدوي. الا كان كسكس اصطناعي ديروا له 15 كيلو باسكو كاين فرق بين الاصطناعي وبين اليدوي. الاصطناعي ما يزيدش كيما اليدوي واصلا ما يجيش بنين كيما اليدوي. ملكه السمن ما درتيش ملكه هاني مع الفيديو ملكه خالدة ديري لي مغرف سمن مغرف سمن في الطعام. هاني مع الفيديو ملكة. بون قلنا ديري مغرف هكذاك سيبا. قلنا كسكس اليدوي ماشي كيما الكسكس الاصطناعي اليدوي أحسن. عندنا 12 كيلو كسكس يدوي عندنا اللحم لازمنا 20 كيلو
كل شخص لازم له 200 غرام صافي، لازم من 20 كيلو نتاع اللحم. الخضره ديروا من 10 حتى 12 كيلو غرام على حسب كيفاش حبيتوا لا صوص تاعكم. انا اون جينيرال ندير لها 12 كيلو، 12 كيلو قرعه، 12 كيلو لفت، و5 كيلو تاع البصل. فوالا 12 كيلو قرعه، 12 كيلو لفت، 5 كيلو تاع البصل. بيان سور البصل نتوما كي دوموندو ما دوموندوش 5 كيلو، دوموندو 9 كيلو لا باسكو دي فوا تصيبو البصل نص راشي. هذه هي صديق صديق. من بعد نتوما شغل تعيو روحكم في الشريه الاخر. بون قلنا 12 كيلو نتاع كورجات قرعه، 12 كيلو نتاع لفت، و 5 كيلو تاع البصل. الحميصه ديروا 3 كيلو، 3 كيلو تاع الحميصه. اللحم قلنا 20 كيلو ولا كل واحد مقدرو، بصح يعني هي في الطبقه المتوسطه 20 كيلو. كل شخص لازم له 200 غرام، باسكو 200 غرام كي تشوفيها تكون حاجه، بصح كي تطيب تنقص شويه الشحم هذا كيذوب تنقص. فوالا 200 غرام تاع اللحم للشخص. الطعام كيما قلنا 12 كيلو حتى 15 كيلو على حسب النوعيه. هذه هي الخضر عندكم لوتو، ديروها باللي 25 كيلو لوتو، 25 كيلو قسموها كيما حبيتو. ديروا شويه قرعه، شويه لفت، شويه زروديه، خاطش على حسب المناطق. ديروا اللفت، ديروا اسمه شي يقولوا عليها اللوبيا والقرعه، ليسونسييل تكون القدره تاعكم معمره خضره، باش ديري لي زوج حبات قرعه زوج حبات لفت والاخر كاع الزغلي والماء يغلي. لا لا المهم من بعد ان شاء الله نعاودوا نرجعوا للفيديو تاعنا. نعم ايه سوي برد شويه. مو هالك هذا وين هذا وين ندهن. راكم تشوفوا ما شاء الله كي تتبعوا التعليمات. شتي مريكا الله يبارك فيك تعيش كيما على تاع البارح على الغمه ركبتني خلاص حبيت هذا. المهم خلاص من بعد ان شاء الله نعاودوا نرجعوا. هلك طعمها ويفور بعد 10 دقائق. شوفوا في ليكوتي ماشي غير يفور صافي خلاص سي بون. في ليكوتي هاو كاع فار نحوه دركا نشمخو دقيقة. وهنايا هذه القرعه هذه انا درناها كما قلت لكم تفور، ماشي طيب تفور باش تسخن، باش شاك فوا نفكركم بلي ما تكوباليش لا كويسون تاع المرقه ما تعاودش تبرد. صافي ندير المرقه سخونه، ندير فيها قرعه بارده ولا لفت بارده، تحبس لا كويسون بوندون 10 مينوت. صافي باش نكمل انا غير نديرها تغلي، نديرها تفور اكوتي نربح الوقت. سيري مالكة انا كما قلنا اللفت راهي 10 كيلو، القرعه 12 كيلو، البصل ديروا من 5 كيلو حتى ل 7 كيلو. دوكا الحميصه هذه ملي كنحيلها هذاك البصل اللي فيها نحيلها القرفه. القرفه تقدري ما تنحيهاش، نحيلها نحي بهذاك هذيك ملي ماليش. لا لا خلاص لا لا التيرموس ما نسحقو واسمو الفراس ما نسحقوش التيرموس باش نديرو بها. هاشي قالت لي كبيره، قالت لي كبيره ما شافها وقتها ما فهمتهاش. هاليك المرقه كملت الطياب تاعها، كملت الغليان تاعها كما نقولوا حنايا، ما حبستش باسكو درنا قرعه سخونه. واللفت درناها قبل القرعه باسكو اللفت تطيب على القرعه. هنا عندنا الحميصه راهي طايبه، درنا لها الملح ودرنا لها القرفه. بون الملح درناه ولا حتى كي دخلها طياب، مع اللون درنا لها القرفه ودرنا لها الزيت ودرنا لها العظم والعظم تاع الغنمي ولا الشحم واش عندكم نتوما، وزوج حبات بصل. هذه تاع المرقه خلاص ملي كنعيش تقي القرعه اللفت خلي لي تاع الديكور خليها بها بلا صوص تاعها ما تيبستيش. نخلو شويه الحميصه نديرو نصها هنايا، نديرو الاغلبيه تاعها هنايا. حنا عندنا 3 كيلو تاع حميصه، نديرو الاغلبيه تاعها هنايا، نخلو شويه للديكور. لا لا روحي ابدي معاها خليده، روحي ابدي معاها نحيلي شويه لاصوص مليكه باش ديري فيها حميصه، خاطر عبيك توسي دركا تروح لك لاصوص. فوالا حطيت كوتي فوالا فرغو. بسم الله بسم الله. خلاص حبسي، زيدي شويه زيدي شويه
خلاص خلاص تاع ديكور. دير لها دوك لاصوص تاعها. فوالا هاليك القازان. كاين بعض المناطق هذا السمن هذا اللي دام هذا اللي فوق الزيت هذه يدهنوا بها الطعام، مي انا ما نحبش هذيك الطريقه. كل واحد ما نقولكش بلي انا ما تجيش هكذا كلها، كل واحد هما حبوا يربحوا شويه. انا نحب لوغو تاع الزبده ولا تاع السمن في الطعام، مي هما حبوا هذاك. تقول لك بلي حنا التقاليد تاعنا يديروا هذيك الزيت هذيك لايم فوق هذيك، ينحوها يصفوها بلالوش، يصفوها يخلوها تكوتي تبرد، ومن بعد يدهنوا بها الطعام الكسكس. غطي خالده، غطي خالده، غطى مريكه بصح ما وسم الكسكس مازال ما عاودش طعمت اي شيء. جيبي حسابها، جيبي لي خمار خالده الكاشون داك لو تول. الزربي خد الفيديو مش طويل، انا ما عنديش يسفاس تاع الفيديو. هذاك الطعام هذاك يشمخناها وشرب. روحي اخدي معاها مليكه الطعام اللي شرب لي شمخناه هذا اللي وريته لكم درك ها وشرب. شوفوا الله يبارك، اديريه لي مليكه. لا لا مشي وحدك ترفدي، هذا اخدي معاها. واش ما نقدرش هكذا نسير كراني نصور. صبري 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 دفق. انا عم ماكاش ندير في الصغار هادو في الصغار ما كاش مشكل باش هاد ما كاش مشكل. الله يسلمك. واش نقولوا الف صبري. لا لا صبر. لا لا الفدي خلاص كملت به كملت به. لا لا كملت انا هكذا. نخلوه يفور ثاني كما قلت لكم 10 دقائق، ومن بعد نحيه وندهنوا بالسمن. هذه الكميه تاع عندي هنا 5 كيلو تاع الطعام اللي درناها، هذه الكميه تاع 5 كيلو ندير لها دو لوشا غاكو هذوك زوج زوج مغارف كبار هذاك اللي تاع التسقيه كما نقولوا حنايا. هادو هادو تاع واسمو تاع السمن في 5 كيلو تاع يعني حوالي 250 غرام 300 غرام ماشي 250 غرام 300 غرام تاع السمن في 5 كيلو سمن لا زبده في 5 كيلو تاع طعام.